السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن النورما فرونتاليس. النورما فرونتاليس دي معناها إن أنا هبص على الإسكال إزاي؟ هبص على الإسكال من قدام، هاخد لها anterior view زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وزي ما اتفقنا إن احنا بنتكلم عن 3 items: البونز اللي هتدخل في تكوين النورما، وبعد كده السوتشرز اللي بتفصل العظم عن بعضه، وفي الآخر خالص بنتكلم عن الفيتشرز وإيه اللي بيميز العظم. هنبتدي أول حاجة نشوف البونز عندنا. بالنسبة للبونز علشان نسهل على نفسنا هنقوم نقسم النورما فرونتاليس لثلاث أجزاء: أبر بارت فوق، ميدل بارت في النص، ولور بارت تحت. الأبر بارت واللور بارت كل واحد فيهم معمول بسنجل بون بعظمة واحدة، أما الجزء اللي في النص الميدل بارت فده بيبقى مكون من أكتر من عظمة زي ما هنعرف دلوقتي. لما نيجي نبص على الأبر بارت هلاقيه معمول بعظمة واحدة، العظمة دي اسمها فرونتال بون. الفرونتال بون بتبقى مكونة من جزئين، في جزء فيرتيكال اللي احنا شايفينه ده بالطول، وفي جزء منها بيبقى هوريزونتال ماشي هنا جوه الروف بتاع الفتحة دي أو الكافيتي ده اللي بنسميه الأوربت، وبيبقى بايت فيه الآي. الجزء الهوريزونتال ده مش مجال كلامنا دلوقتي، هنبقى ناخده بعد كده مع الأوربت. النهاردة هنشوف الجزء الفيرتيكال. هنلاقي ان الجزء الفيرتيكال ده هو بتلاقيه فلات مفرود بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبالتالي نقدر نسميه squamous part of frontal bone. هتلاقيه بيعمل لك المنطقة اللي هي بنسميها الفورهيد اللي هي مقدمة الرأس او الجبهة، او بالبلدي كده اللي هي منطقة الايه القورة. بعد كده بتلاقي ان الفرونتال بون بتكمل شوية لفوق في السوبيريور سيرفيس بتاع الاسكال، في الاسكال من فوق. لذلك لما كنا بناخد منظر الاسكال من فوق اللي هو سميناه نورما فيرتيكاليس كنا بنشوف الفرونتال بون قدام خالص. يبقى الجزء الفوقاني من النورما فرونتاليس معمول بايه؟ معمول بالفرونتال بون. بعد كده ابتدي انزل تحت الفرونتال بون علشان اشوف العظم اللي بيكون لي الميدل بارت من النورما فرونتاليس. هلاقي ان تحت الفرونتال بون على طول في عظمتين هنا صغيرين على جوانب الميد لاين. العظمتين الصغيرين دول بيدخلوا في تركيب النوز، علشان كده هنسميهم نيزل بونز، وهما العظمتين اللي بتسند عليهم النظارة. بعد كده لما ابتدي اتحرك مع الفرونتال بون لاترالي هلاقي انها تحتها على طول في عظمتين بنسميهم زيجوماتيك بونز. الزيجوماتيك بونز هما العظمتين اللي بتحسهم في الجزء الفوقاني من منطقة التشيك أو الخد تحت الآي على طول، اللي بنسميهم عظام الوجنة. يبقى لحد دلوقتي قلنا إن الفرونتال بون تحتها على طول التو نيزل بونز، ده على جوانب الميد لاين، ولاترالي هيبقى تحتها التو زيجوماتيك بونز، دي الرايت زيجوماتيك ودي هتبقى الليفت زيجوماتيك بون. طيب نبتدي كده نتحرك ميديا للزيجوماتيك بون. هلاقي في عندي هنا عظمة، العظمة دي بنسميها ماكزيلا، ودي برضو بيرد بون، دي الرايت ماكزيلا ودي هتبقى الليفت ماكزيلا. الاتنين ماكزيلا مع بعض بيبدأوا يعملوا لنا الأبر جو اللي هو الفك العلوي اللي بيبقى شايل الأبر تيث. يبقى العظم اللي شفناه عندنا في الميدل بارت من النورما فرونتاليس عبارة عن النيزل بون، الزيجوماتيك بون، والماكزيلا. لما ننزل بعد كده نشوف اللور بارت من النورما فرونتاليس هنلاقيه معمول بعظمة واحدة، العظمة دي بنسميها مانديبول، ودي اللي هتعمل لنا اللور جو فك السفلي، وده هيبقى شايل اللور تيث. بعد كده هنبتدي نشوف السوتشرز اللي هتفصل العظم عن بعضه. في الأول هناخد السوتشرز اللي موجودة عندنا في الميد لاين، وبعد كده نشوف باقي السوتشرز. لما اجي ابص على الفرونتال بون في عدد قليل او في نسبة قليلة جدا من الناس بتلاقي فيه سوتشر في الميد لاين بيقسم الفرونتال بون لنصين. السوتشر ده بنسميه فرونتال سوتشر او ميتوبيك سوتشر. ايه هي قصة السوتشر ده؟ احنا عندنا الفرونتال بون في الاصل بتبقى عبارة عن ممبرين او غشاء، بعد شوية بيبدأ الممبرين ده هو يظهر فيه 2 برايمري اوسيفيكيشن سنترز، واحد على كل سايت. البرايمري اوسيفيكيشن سنترز دهيت هتبدا عندها عمليه الاوسيفيكيشن، يعني هيبتدي الممبرين يتحول لعظم. الاوسيفيكيشن بيبتدي في السنتر بتاع كل هاف،
وبعد كده بيبدأ يحصل له سبريد للبريفري في جميع الاتجاهات. لذلك لما يجي الطفل يتولد بتلاقي ان الفرونتال بون دول عبارة عن ايه، نصين، وفي سوتشر فاصل ما بينهم اللي هو بنسميه الفرونتال او الميتوبيك سوتشر. بعد شوية السوتشر ده برضو بيحصل له عملية اوسيفيكيشن، وفي النهاية بتلاقي ان الفرونتال بون او التو هافز من الفرونتال بون حصل لهم فيوجن مع بعض وبقت عبارة عن سينجل بون او عظمة واحدة. لكن في نسبة قليلة جدا من الناس وبالاخص في البلاك ريسز بتلاقي ان السوتشر ده هو بيفضل موجود ثرو اوت لايف مدى الحياة. بعد كده بنلاقي ان عندنا التو نيزل بونز بدأوا يتقابلوا هما الاثنين في الميد لاين في سوتشر. طيب السوتشر ده ممكن نسميه ايه؟ هنسميه انتر نيزل سوتشر، يعني ما بين التو نيزل بونز. بعد كده لما ننزل تحت شوية هنلاقي ان احنا عندنا التو ماكسيلي بدأوا يتقابلوا مع بعض في سوتشر برضو موجود عندي في الميد لاين، وبرضو بنفس الفكرة هنا هنسميه زي ما سمينا اللي فوق ده انتر نيزل سوتشر، هنسمي اللي تحت اللي ما بين التو ماكسيلا انتر ماكسيلاري سوتشر. يبقى السوتشرز عندي اللي موجودة في الميد لاين من فوق لتحت فرونتال او ميتوبيك سوتشر، انتر نيزل سوتشر، انتر ماكسيلاري سوتشر. طيب ايه السوتشرز التانية اللي ممكن تبقى موجودة عندنا؟ لو جينا بصينا على الزيجوماتيك بون هتلاقي ان الزيجوماتيك بون بتبعت اجزاء منها تقابل البونز اللي حواليها، يعني مثلا هتلاقيها بعتت بروسيس او جزء منها علشان يقابل الفرونتال بون فوق، طيب ورجعت تاني بعتت ميديالي جزء منها علشان يقابل المجزلة، وبتبعت برضو زي ايه دراع كده منها لورا هيتقابل مع عظمة موجودة عندي في النورمالاتراليس اسمها تيمبرال بون. طيب الدراعات ديت بتدخل في تكوين ارتيكوليشن او جوينت مع العظم اللي حوالين الزيجوماتيك بون. فلو جينا شفنا هنا السوتشر دهوت هتلاقي ان عندك ما بين الفرونتال بون فوق والزيجوماتيك بون في سوتشر ماشي بالعرض. السوتشر دهوت هنسميه على اسم العظمتين، هنسميه فرونتو زيجوماتيك سوتشر. طيب ما بين الزيجوماتيك بون والمجزلة هنلاقي في سوتشر بيبقى ماشي بميل شوية وبليك. السوتشر دهوت هنسميه برضو على اسم العظمتين، هنسميه ايه؟ زيجوماتيكو ماكسيلاري سوتشر. طيب الاجزاء اللي داخله في الارتيكوليشن دي هنسميها ايه؟ لو جينا بصينا فوق على الفرونتو زيجوماتيك سوتشر الجزء دهوت عباره عن جزء من الفرونتال بون ورايح يقابل مين؟ يقابل الزيجوماتيك بون، فممكن نسميه ايه؟ زيجوماتيك بروسيس اوف فرونتال بون. طيب بنفس الفكرة الجزء ده هوت جزء من الزيجوماتيك بون وطالع لفوق في اتجاه الفرونتال بون، فنقوم نسميه ايه؟ فرونتال بروسيس اوف زيجوماتيك بون. طيب بالنسبة للسوتشر ده العظم اللي داخل في تكوين الزيجوماتيكو ماكسيلاري سوتشر نسميهم ايه؟ الجزء ده هوت من المجزلة رايح في اتجاه الزيجوماتيك بون فهنسميه زيجوماتيك بروسيس اوف ماكسيلا، والجزء اللي بيقابلها من الزيجوماتيك بون هنقوم نسميه ايه؟ ماكسيلاري بروسيس اوف زيجوماتيك بون. نبص كده على المجزلة هنلاقي ان المجزلة بدأت تبعت منها زي بروسيس كده لفوق علشان تتقابل فوق مع الفرونتال بون. طيب البروسيس دي هنسميها ايه؟ دلوقتي اصبح سهل قوي نعرف ان اسمها هيبقى فرونتال بروسيس اوف ماكسيلا. طيب الجزء اللي هيقابلها من الفرونتال بون هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه ماكسيلاري بروسيس اوف فرونتال بون. الاثنين بيتقابلوا في سوتشر بالعرض، السوتشر ده هنسميه فرونتو ماكسيلاري سوتشر. لو جينا بصينا على التو نيزل بونز هنلاقيهم بيتقابلوا مع الفرونتال بون في سوتشر بالعرض، السوتشر ده هوت هنسميه على اسم العظمتين هيبقى اسمه فرونتو نيزل سوتشر. الفرونتو نيزل سوتشر بتلاقيه لاترالي مكمل مع الفرونتو ماكسيلاري سوتشرز. بعد كده هنبتدي نشوف الفيتشرز بتاعت العظم. اول حاجه احنا اتفقنا ان كان عندنا هنا البرايمري اوسيفيكيشن سنترز اللي بتظهر في التو هافز اوف فرونتال بون. اهو مكان البرايمري اوسيفيكيشن سنتر دهوت الجزء ده بيبقى الموست بروميننت بارت اوف فرونتال بون، اكتر جزء في العظمه بارز وبيبقى كونفكس، اكتر جزء كونفكس واكتر جزء بارز وبنسميه فرونتال ايمينانس. بعد كده هبتدي انزل تحت الفرونتال ايمينانس هلاقي عندي الفتحه دي
الفتحة الكبيرة دي بنسميها أوربت، دي بتبقى بايتة فيها تو آيز. الكافيتي ده هوت كافيتي اللي جوه بيبقى هرمي الشكل، بيبقى بيراميدال ان شيب. الايبكس بتاعته بتبقى لجوه، البيز بتاعته بتبقى عندنا موجودة لبره. البيز بيبقى شكلها كوادرانجولر رباعية الشكل، وبتبقى الحدود بتاعتها معمولة بالبون وبنسميها اوربيتال مارجنز. فالجزء اللي فوق ده هوت هنسميه سوبيريور اوربيتال مارجن، وصاده من تحت الجزء ده هنسميه انفيريور اوربيتال مارجن، والجزء اللي بره ده هوت هنسميه لاترال اوربيتال مارجن، والجزء اللي جوه ده هنسميه ميديال اوربيتال مارجن. لو جيت بصيت على السوبيريور اوربيتال مارجن هلاقيها معمولة بالفرونتال بون كومبليتلي، لو جينا بصينا على الانفيريور اوربيتال مارجن تلاقي الجزء الميديال منها معمول بالمجزلة، اما الجزء اللاترال فبيبقى معمول بالزيجوماتيك بون. اللاترال اوربيتال مارجن معمولة معظمها معمول بالزيجوماتيك بون، والفرونتال بون بتكمل الجزء الفوقاني. اما الميديال اوربيتال مارجن فدي بتبقى الديفايند، يعني مش واضحه قوي، وبتبقى معموله بعظمتين الفرونتال بون والمجزلة. لما اجي ابص فوق على السوبيريور اوربيتال مارجن هلاقي عندي ان السوبيريور اوربيتال مارجن عند الجونكشن ما بين التلت الميديال والتلتين اللاترال بيبقى فيها هنا حفره. لما يكون عندي حفره في بوردر بسميها نوتش. طيب النوتش دي موجوده فوق ايه؟ فوق الاوربت، فهقوم اسميها سوبرا اوربيتال نوتش. السوبرا اوربيتال نوتش دي في الليفنج سبجكت بتبقى مقفوله من تحت بليجامنت اسمه سوبرا اوربيتال ليجامنت، وجود الليجامنت دهوت هيحول النوتش لفورامين، فنقوم نسمي الفورامين دهوت ايه؟ سوبرا اوربيتال فورامين. طيب قصاد السوبرا اوربيتال فورامين فوق لو نزلت تحت مسافة 1 سنتي تحت الانفيرير اوربيتال مارجن بلاقي في عندي فورامين تاني موجود جوه ايه؟ جوه المجزل. الفورامين ده هوت هنسميه انفرا اوربيتال فورامين، يبقى اللي فوق الاوربت اسمه سوبرا اوربيتال فورامين، اللي تحت الاوربت اسمه انفرا اوربيتال فورامين. لو جينا طلعنا فوق السوبيريور اوربيتال مارجن هلاقي ان في هنا جزء من العظم بارز شوية في شكل كيرف او ارش، الجزء ده هوت بنسميه سوبر سيلياري ارش او ريدج. الاتنين سوبر سي في عندي واحد يمين وواحد شمال، ما بين الاتنين الجزء اللي في النص ما بينهم او الاريا اللي في النص ما بينهم بنسميها جلابيلا. يبقى احنا عندنا هنا لما طلعنا فوق الاوربت لقينا فيه اتنين ريدجز بيبقوا كيرفت سميناهم سوبر سيلياري ريدجز او ارشز، والجزء اللي في النص ما بينهم سميناه جلابيلا. لو جيت كسرت الفرونتال بون هنا قصاد الجلابيلا والاتنين سوبر سيلياري ارشز بلاقي ان العظمه من جوه بتبقى فيها فراغ او تجويف بنسميه الفرونتال اير ساينس. لو جينا بصينا هنا دي الفرونتال بون اهيت، بس احنا كسرنا العظم شلنا النورما فيرتيكاليس، لقينا ان احنا عندنا الفرونتال بون قصاد بالظبط منطقه الجلابيلا والتو سوبر سيلياري ارشز، لقينا جوه البون في فراغ اهوت، الفراغ ده اهوت بنسميه فرونتال ساينس، بيبقى متبطن بميوكوس ميمبرين. يبقى نتيجة وجود الفراغ ده هوت جوه الفرونتال بون اتكون عندنا 3 إليفيشنز، جلابيلا في النص واتنين سوبر سيلياري أرشز على الجوانب بتوعه. طيب لو جينا نزلنا تحت الجلابيلا على طول هنلاقي ان عندنا السوتشر اللي بالعرض اللي سميناه فرونتو نيزل سوتشر بيتقابل مع السوتشر اللي بالطول اللي ما بين التونيزال بونز اللي سميناه انترنيزال سوتشر. طيب النقطة اللي بيتقابلوا فيها ده هي بنسميها ايه؟ بنسميها نيزيون. لما نيجي ننزل تحت النيزيون هنلاقي ان ظهر عندنا فتحة كبيرة، الفتحة دي هي فتحة النوز الامامية بنسميها انتيريور نيزال ابريتشر، وزي ما احنا شايفين كده انها بتبقى نارو من فوق ووايد من تحت، فبتبقى واخده شكل الكمترة، فبنقوم نوصفها انها ايه؟ انها بير شيبت. لما نيجي نبص على المارجنز بتاعه الانتيريور نيزال ابريتشر هنلاقي ان الجزء الفوقاني من المارجن معمول باللور بوردر بتاعه تو نيزال بونز. طيب وباقي المارجن هنلاقي ان باقي المارجن بيكملها التو ماجزيلي، الماجزيلا هتعمل الجزء اللاترال او اللاترال مارجن وتكمل معايا كمان تلف ميديالي علشان تعمل لنا اللور مارجن. طيب الجزء ده هوت من المجزلة بنسميه نيزل نوتش اوف مجزلة. لما نيجي نبص على اللور مارجن بتاع الاوبننج
هنلاقي ان في النص بالظبط في عندي بروز على شكل شوكة. البروز ده هو بنسميه anterior nasal spine، وده بنلاقيه موجود عند الأبر إند بتاع السوتشر اللي سميناه انتر ماكسيلاري سوتشر. طيب لما ادخل جوه الكافيتي بتاع النوز هلاقي ان عندي في النص بالظبط بنشوف النيزل سيبتم اللي هو الحاجز الانفي. الحاجز الانفي ده هو بيقسم النوز لنصين، رايت هاف وليفت هاف. لما نيجي نبص لكل هاف فيهم هنلاقي ان عندنا في ميديال وول لجوه وفي لاترال وول لبره. اللاترال وول هتلاقي فيه زي ايه، زي بروزات كده ماشيه بالعرض من اللاترال وول في اتجاه الميديال وول. البروزات دي بنسميها نيزل كونكي، واللي واضح عندنا هنا الانفيريور نيزل كونكي. هما بيبقى عددهم 3، سوبيريور وميدل وانفيريور. اللي واضحه معانا هي الانفيريور نيزل كونكا، ودي بتبقى عظمه منفصله وممكن نعتبرها واحده من البونز اللي بنعدها تبع النورما فرونتاليس. ولما نرجع تاني للمجزلة هنلاقي ان المجزلة عندنا كانت بعضت لفوق frontal process والبرة zygomatic process. اما الجزء اللي نازل لتحت منها ده هو بيبقى شايل الالفيولاي of the teeth. الالفيولاي دي اللي هي السوكتس او الحفر اللي بتبقى بايتة فيها التيث. لذلك الجزء ده هو بنسميه alveolar process of مجزلة. ليه؟ لانه شايل الالفيولاي او السوكتس بتاعت الابر تيث. طيب انا عندي الفولار بروسيس تبع المجزله اليمين والفولار بروسيس تبع المجزله الشمال، الاثنين مع بعض بيبقوا واخدين شكل قرش. الالفولار بروسيس بتاع المجزله اليمين مع الالفولار بروسيس بتاعه المجزله الشمال بيخلوا عندي اللور بوردر اوف مجزله اللي هو شايل الابر تيث هيبقى واخد شكل كيرف او قرش، فنقوم نسميه الفولار قرش. يبقى الالفولار قرش هو التو الفولار بروسيسز اوف ذا تو مجزلي. طيب لما نيجي نبص على الابر تيث هنلاقي عندنا ان كل الفولار بروسيس بتبقى شايله 8 تيث، يعني عندنا في الابر جو في 16 تيث، منهم 8 في كل الفولار بروسيس. لما اجي ابص على التيث ديت عايزين نعرف الاسماء بتاعتهم، هنلاقي عندنا ان الاربعه اللي في النص دول القواطع اللي بتقطع بيهم الاكل او اي حاجه، فبنسميهم incisors. الاثنين اللي على جوانب الميد لاين على طول بنسميهم central incisors، والاثنين اللي lateral ليهم هنسميهم lateral incisors. يبقى عندي 2 central incisors وبعد كده 2 lateral incisors. طيب لما اتحرك lateral lateral incisor بلاقي عندي هنا الناب اللي هي بنسميها canine tooth. بعد كده بلاقي ان في عندي الضروس، بقى في ضروس صغيره بنسميها بريمولرز ودي عددهم 2، وراهم على طول هتلاقي في 3 ضروس كبيره بتسميهم مولرز. لما نيجي نبص على الكاناين توث بنلاقي ان الروت بتاع الكاناين توث بيبقى حجمه كبير شويه، فبيقوم الروت هو الجزء المدفون في العظم، فبيقوم طالما حجمه كبير شويه هنلاقيه رافع العظم، يعني مخلي الجزء ده بارز شويه عن باقي الايه، باقي الالفولار بروسيس. البروز ده هوت هنسميه كاناين ايمينانس. يبقى الكاناين ايمينانس عباره عن اليفيشن في الالفولار بروسيس اوف ماكسيلا بيبقى سببه هو وجود الروت بتاع الايه، الكاناين توث. طيب طالما الجزء ده هوت عالي شويه يبقى اكيد ميديال ليه ولاترال ليه في اجزاء منخفضه، في ديبريشنز، ولما يكون عندي ديبريشن في سيرفيس بنقول عليه فصه، فهيبقى عندي كاناين ايمينانس في النص وفصه موجوده ميديالي وفصه موجوده لاترالي. الفصه اللي موجوده لاترالي على طول هنسميها كاناين فصه. طيب الفصه اللي موجوده ميديالي هنلاقيها موجوده فوق مين؟ فوق الانسايزورز، فهنقوم نسميها انسيسيف فصه. يبقى في الالفولار بروسيس بتاع المجزله لقينا فيه اليفيشن، الاليفيشن ده هو معمول بالروت بتاع الكاناين توس سميناه كاناين ايمينانس. ميديال ولاترال ليه لقينا في تو فصي، تو ديبريشنز، الفصه اللي لاترال سميناها كاناين فصه، والفصه اللي موجوده ميديال ليه سميناها انسيسيف فصه لانها موجوده فوق الانسايزرز. طيب لما ننزل تحت خالص ونبص على المانديبول هنلاقي ان المانديبول بتتكون من جزء ماشي بالعرض، ده بنسميه بادي اوف مانديبول، وفي جزئين ماشيين فيرتيكال لفوق ودول بنسميهم ريماي اوف مانديبول، كل واحد فيهم بنسميه ريماس اوف مانديبول. لما اجي ابص على البادي اوف مانديبول هلاقي ان عندي الابر بوردر بتاعه بيبقى شايل اللور تيث وبيعمل لي اللور جو الفك السفلي.
طيب لما انزل عندي تحت هلاقي ده اللور بوردر اهوت. اللور بوردر ده اهوت بيبقى موجود عندنا سبكوتينيوس تحت الجلد على طول، وسهل جدا نحسه. بعد كده في نص المسافه ما بين الابر بوردر فوق واللور بوردر تحت بنلاقي فيه عندنا فورامين. الفورامين ده هوت بنسميه منتال فورامين. هنلاحظ ان احنا عندنا السوبرا اوربيتال فورامين والانفرا اوربيتال فورامين والمنتال فورامين. الثلاثه فورامين دول هنلاقيهم موجودين على نفس الفيرتيكال لاين. الثلاثه فورامين دول بيخرج منهم التيرمينال برانشز بتاعه الترايجيمينال نيرف اللي مسؤول عن ان هو يغذي السكن بتاعه الفيس. وبكده نبقى خلصنا النورما فرونتاليس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.